اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده كالعاده مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيشوفونا بتكون فقره تدريبيه تعليميه لكل المبتدئين في المطبخ. عايزه تخش المطبخ بنوته حلوه لسه مبتدئه وعايزه تعمل طاجن باميه باللحمه الضاني وتقول لها اتعلمت منك يا ماما الاكل الحلو ويبقى طعمه حلو ازاي، هنعمله النهارده مع بعض بالتدريب ونشوف ازاي اللحمه تستوي بتبقى ملبسه كده وطريه مع الباميه، ما نعرفش طعمها من طعم الباميه، الباميه واخده من اللحمه واللحمه واخده من طعم الباميه. معانا النهارده المافن بالخضار. انا بحب المافن ده ليه؟ بريح راسي كده باخد مافنايه واحده بس فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير حسب الاعمار. هيبقى فيها تشكيله من الخضار، بيض، بيكن باودر، فليفر زي ما احنا عايزين، زعتر، بهارات عربيه شرقيه، الاختيار ليكي. الحلو النهارده برضو بسيط وسهل، قبل البرتقال والاستفندي ما يودعنا هنعمل مهلبيه البرتقال بتكنيك عالي بطعم جوز الهند. ممكن تاخد قرفه ناعمه، ممكن تاخد حبهان زي ما احنا حابين، هنشوف نعملها مع بعض ازاي وتبقى موجوده عندك في الثلاجه لاولادك الصغيرين للاطفال الحلوين، طبق فطار الصبح بالليل كده وهم قاعدين بيذاكروا مفيش اي مشكله. حلقتي فيها تفاصيل كتير، فيها فقره تعليميه للمبتدئين في المطبخ، ممكن نعمل المافن بتاعنا بالفراخ، نعمله بالجمبري، نعمله باللحمه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مش عايز اطول على حضراتكم لان الشغل كتير النهارده وفي تدريب وفي كل اجابه اسئله اللي بتواجهنا طبعا على السوشيال ميديا، من خلالها بناخد الاسئله كلها وبنحصرها وبنفلترها وبنجاوب عليها منها النظري ومنها العملي. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوا الشيف المغازي. شكرا. نخش على اللي بعده عشان نكسب كل دقيقة من وقتنا. هنخش على مقادير المافن. ازاي اعمل مافن بتشكيلة من الخضار وهيعجب الاطفال الصغيرين وكمان كبار السن بما يحتويه طبعا من قيمة غذائية عالية جدا. مقاديره خضار مشكل قدام حضراتكم، كوسة وجزر وبطاطس وبصل وتوم في المقادير، وهنحط طبعا بقدونس ناعم مع البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل والبيض ده اساسي طبعا والدقيق اللي هي مقادير المافن. نشتغلوا مع بعض بسرعة كده. أول حاجة بنقلب البيض مع بعضه. نشوف مع بعض مقادير المافن: كوسة، جزر، بطاطس، بصل، كل ده يتقطع مع بعضه مع الدقيق والبيكنج باودر. ممكن نضيف شوية جبنة لتشكيلة الخضار حسب الرغبة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. البيض هنا بيتخفق لوحده طبعا مع شوية فلفل اسود مش فانيليا، خلي بالك ايدك واخدة على الفانيليا علشان الزفارة بتاعة البيض. لا احنا هنحط هنا ملح وفلفل. ده الملح والفلفل الاسود على البيض وشويه الزعتر على البيض كده، ما فيش زفاره للبيض. انا بعمل مافن. واحده واحده، الاطفال بيحبوا الحاجات ديت لان الطفل طبيعته يعني ما بيحبش الايه الحاجات الكتيره تبقى على السفره. نقلب دول مع بعض بمضرب. بيض، زعتر، يلا يلا. في سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، ينفع احط نسكافيه على زفاره البيض بدل الملح والفلفل؟ لا ما ينفعش. اذا انا بعمل حلو لازم فانيليا، اذا بعمل مافن حوادق بالشكل ده كده او بدخل البيض في حادق في حوادق استخدم الملح والفلفل والبابريكا والزعتر. احط فص ثوم، حط بصلايه مفرومه ناعمه واحده واحده كده اهو، وما ننساش نحط عصره ليمون كمان بطعمه انا. حلو الكلام، وانا شغال واحده واحده ونقلب دول مع بعض. نقف محطه هنا بقى، انا محتاج للسوائل هنا يا اما حليب يا اما ميه، فانا ادعمه بايه؟ ادعمه بحليب حسب الرغبه. عشان كده باجي عند حاجه وبقول دي اختياري، شوية حليب على البيض. حلو قوي. بما ان انا حطيت شوية حليب بحط كمان معلقتين من الزيت كأني بعمل كيكة يعني. زيت عادي. زي الفل تمام. ده الخليط السائل اللي انا هدخل عليه دلوقتي بقية المواد. كل دول جاهزين مع بعض. ونركز شوية على ان احنا تكون السفرة بتاعتنا فيها كل انواع الفيتامين في الاكل. يعني ما كلش فول وبس، ما كلش مافن وبس، يعني الاكلة يبقى فيها كل العناصر الغذائية. انا حطيت الدقيق اهوت.
حلو، الله عليك يا استاذ رحاب. في مشروب انا مسميه مشروب المغازي لعلاج الانيميا او وداعا للانيميا، اللي هو عباره عن بنجر وعصير برتقان وجزر، كل دول مع بعض بنضربه في الخلاط وتحط له عسل بدل السكر. موجود معانا هذا الخليط ده جاهز اهوت. يبقى انا كده بس واحده واحده مع الساده المشاهدين، المافن بتاعي قلبت البيض مع الزيت مع البهارات مع بصل وتوم، وشفنا حطينا ملح وفلفل وبابريكا، ده الاساس. الخضار بقى اختياري، معانا نحط جزر، نحط شويه كوسه، الله عليك، نحط شويه بطاطس مبشوره، جزر كوسه بطاطس مبشوره بالشكل ده كده. طب مش عايزه كوسه ما تحطيش كوسه براحتك، ولكن انا بحب دايما كل تشكيله الخضار. ممكن تحط بنجر في قلب الخلطه دي اللي عنده مشاكل الصحيه، البنجر مفيد جدا على فكره. اهو شفتي ده المافن بتاعنا. اهو ناخد الخليط ده، عينيا ناخد الخليط ده كده زي ما هو. اهو وقفه صغيره هنا بقى، عايزين نعمله بالفراخ، معانا صدور فراخ هنقطعها ونحطها في قلبه. عايزين تعمليه باللحمه المفرومه، هتحطي في قلبيه اللحمه المفرومه. عايزه تحطي شويه سجق، اهلا وسهلا. تجيبي كبد فراخ تشوحيها وتحطها معاها، اهلا وسهلا. اه ده المافن بتاع المغازي. اه زي ما هو كده معايا القوالب بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي عينيا، حاضر. اه القوالب معانا اهي، بس نوريها للساده المشاهدين. اه كانك بتعملي كب كيك. اه المافن بتفاصيله باسراره بتركاته معانا، شفنا المكون بتاعه بالشكل اللطيف، معانا القوالب بتاعته. ممكن تعمليه قالب كده مختصر او صينيه كبيره مفيش مشكله، بس هو ده افضل عشان الاطفال الحلوين. هستاذن حضراتكم واطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف اسرار عمل المافن بتشكيله من الخضار للاعمار المختلفه. معانا طاجن باميه باللحمه الضاني، ما تنسوش المهلبيه النهارده، مهلبيه البرتقان. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والتوزيع بالتساوي. حلو الكلام. لما نيجي نحط المافن في القوالب بتاعته لازم التلتين والتلت فاضي، يسيب كده التلت فاضي علشان الخضار ده بالمكونات بتاعته يفرد عضلاته، يعني ايه يطلع لفوق كده ويلاقي مكان بالشكل ده كده. اهو بسم الله ما شاء الله، ايد الشيف مباركه، الكميه على القد. اه زي الفل. هناخد المقادير دي كلها يا عم الشيف، مأمن على الفرن بتاعك، درجة حرارته 180 ده الأساس. اه على فكرة الوجبة دي تنفع للأطفال الحلوين فطار، بالليل كده قاعدين بيذاكروا، نخبط على الباب صباح الخير يا بنتي، صباح الفل، مساء الخير، ده مع كوباية عصير حلوة كده ياخدوها معاه المدارس برضو الصبح وهم قاعدين كده ايه بيراجعوا دروسهم، تبقى لطيفة وحلوة. مكانها فين دي بقى؟ هو ده الكلام. درجة حرارة الفرن عندي 180، حلو الكلام. بننزل الشبكه دي في النص تقريبا بالشكل ده كده، ولازم الفرن يكون درجه حرارته 180، وبندخلها الفرن لمده تقريبا 15 دقيقه. كانك بتعملي كب كيك، ولكن ده مختلف شويه، في الفليفر وفي الطعم، في تشكيله من الخضار، في طبعا الجزر، في الكوسه، ما تنسيش الفليفر بتاعنا، البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وزعتر. انا خلصت كده من المافن بتاعي. استاذ المخرجنا الجميل نبص على المافن بتاعنا، ايه اخباره؟ بص عليه كده وخش بدراعك اليمين، ايه الجمال؟ مافن، يلا بص عليه دخيلك، هو ده الصوره الحلوه من الفرن تتحدث عن نفسها. ايه والمافن، ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الجمال والحلاوه دي، على طبق زجاجي. اه ايه الجمال والحلاوه دي. اه اه شفتي؟ لا مش هنحط سكر باودر، انت مش معايا ولا يا شفيق؟ مخرجنا دي مش كب كيك، ده مافن هنحط عليه شويه قرفه نعمين او شويه بابريكا، مش حلو ده يتحطش عليه سكر باودر. عينك رايحه على السكر يا سكر، ايه الجمال والحلاوه دي. اه اه لسه ما خلصتش، ممكن نرش رشه قرفه. حلو، القرفه مفيده للجهاز القلب، كمان مفيده للمود، يبقى حلو. اهو قرفه ناعمه، حلو اللي بيحب القرفه. تمام، نبص على ايه تاني. في مهلبيه لسه هنا ناخدها كده، بصراحه انا عايز اغرفهم دول، عاجبني قوي شكلهم في طبق حلو كده. اللهم صل على النبي. حلقتنا النهارده فقره تعليميه مع بدايه الاسبوع من برنامج اكله امي،
اتفقنا ان بيكون بدايه تدريبيه لكل البنوتة الحلوه اللي بتخش المطبخ والبنات الحلوين. عملنا المافن بشكل وفكر جديد، عملنا طاجن باميه باللحمه الضاني للمبتدئين في المطبخ، عملنا مهلبيه البرتقال والاستفند مع بعض، والسر هنا بشره اليوسفي مع البرتقال، هنا بتعمل كيان تاني مع جوز الهند طبعا والقرفه الناعمه حسب الاختيار. عدل الاكل بتاعنا ده والباميه، شويه رز ابيض مصري حلوين كده زي الفل، واخدين معلقه سمنه بلدي لطافه وبساطه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.